لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، فطر الله عز وجل العبادة على محبته وطاعته، خلقهم حنفاء ولدوا كذلك، ثم لوثت هذه الفطرة وغيرت وحولت وبدلت، فكان ما كان من الشرك والكفر الموجود في الكون. وهذا الرب الذي يتوجه إليه لا يصلح أن يغيب، بل لا بد أن يكون حيا سميعا بصيرا قيوما. وهذا ما قرره إبراهيم عليه السلام حينما قال لقومه، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا يصلح أن تتوجه القلوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب، كما قال تعالى وما كنا غائبين، صفحة 57، بل هو مطلع على خلقه، سميع بصير قدير قوي، لا يزول ملكه سبحانه ولا ينقص، هو سبحانه حي باق لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. والآثار العقلية شاهدة بذلك، فضلا عن الآثار والأدلة السمعية المنزلة من عنده سبحانه التي ترشد العقول إلى أقصر الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى وحجته. العبد يحتاج إلى الحب، ولن ينال هذا الحب إلا بالتوجه إلى الله. فإذا وجهت وجهة القلب لغير الله، وإذا أحب غير الله مرض ومات، وكان كما قال الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكافر كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الكافر ميت لا يحيا، وإنما تحيا القلوب بمعرفة الله ومحبته سبحانه. العبودية إخواني ليست مجرد تكاليف شاقة وأمور صعبة، بل هي اللذة التي لا ينال العبد سعادة بدونها. سعادة الدنيا قليلة بالنسبة لسعادة ونعيم أهل الجنة لقرب أهلها من الله والرضا به وعنه سبحانه، بل صارت الجنة جنة بالقرب من الله عز وجل، وإنما صارت محل السعادة لأن الله رضي عن أهلها وأرضاهم، وكلما عملت بمرضات الله نلت شيئا من هذا النعيم. كلما تقربت إلى الله بأنواع القربات قربك الله عز وجل إليه، فشعرت بالراحة ورزقك محبته ورزقك من نعيم مناجاته ولذة الشوق إليه. وهذا مصداقه في قوله تعالى واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. السجود قرب من الله، السجود زيادة محبة وشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ودعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجه الله في الآخرة، أما في الدنيا فالشوق إلى لقاء الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا القيد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الإنسان ربما يتمنى لقاء الله مع شدة الفتن، وإنما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أن يكون كذلك حاله دوما وإن لم تكن هناك فتن. يقول فإنما تكون الفتن ملهية عن الشوق إلى الله عز وجل إذا احتالت على العبد،
فإذا كان العبد بعيدا عن الفتن وجد لذة الشوق إلى الله عز وجل، كما أنها قرينة لذة النظر إلى وجه الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلاهما من باب واحد، هو باب القرب والحب لله سبحانه. ولا يصلح لهذا الحب غير الله أبدا، من أهل أو مال أو ولد أو حجر أو شجر أو كبير أو زعيم أو ملك أو درهم أو دينار أو غير ذلك. وإن أحب الناس بعض هذه الأشياء، يعني حتى أهل الإسلام يحبون الأهل والأموال والأولاد، ولكن يحبونهم حبا تابعا لمحبة الله، يستعينون بذلك على طاعة الله سبحانه. إنما يستعين العبد بما أباح الله عز وجل له من الشهوات على تحصيل وتكميل عبودية الله، وليس أن تشغله هذه الأمور عن الله. فكل ما يحبه الناس لابد أن يغيب، لابد أن يأفل أو يأفل، ولابد أن يبتعد الإنسان عنه، إما أن يموت هو وإما أن يموت الإنسان عنه. وإما أن يبتعد عنه في حياته فيشقى به وبحبه ويشقى بالبعد عنه، وإما أن يبتعد عن الإنسان عنه في حياته فيشقى به وبحبه، حين يبعده عن الله ويشغله عن الله ويشقى بالبعد عنه. ولا يسعد العبد إلا بحب الذي لا يغيب، وهو الله الذي لا يصلح قلب العبد بغير حبه سبحانه. ثم قال سبحانه: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إن العبادة إنما تكون لمن يملك الهداية، والله عز وجل هو الذي يستحق الحب، هو الذي يهدي. وهذه الكائنات الأخرى التي تعبد من دون الله لا تملك هداية، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ من؟ العجل اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا بد أن يلتزم العبد هداية البينات التي أنزلها الله على رسله. إن الإقرار بوجود الله لا يكفي إذا لم يكن معه التزام الهداية التي أرسل الله بها رسله. إن الإقرار بوجود الله لا يكفي إذا لم يكن معه التزام الهداية التي أرسل الله بها رسله. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلا تعبدوا من تشكون بحبه، ولا تعبدوا من لا يهديكم سبيلا ولا يبين لكم أمرا ولا نهيا. وبهذا يتبين بطلان قول من يزعم إيمان من يقر بوجود الله دون أن يتبع الرسل، بل هذا موجود عند طوائف من الصوفية، أن الرسل إنما بعثوا لدعوة الناس للإقرار بوجود الله، لدعوة الناس للإقرار بوجود الله. طيب، أو كان المشركون ينفون وجود الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وإنما أتوا الرسل لدعوة الناس لإفراد الله عز وجل بالإلهية. وأما الربوبية فكان أمرا مستقرا عندهم، بل عند سائر الطوائف، إذ لم ينكر وجود الله في الكون كله سوى أفراد معدودين كفرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود وغير ذلك. وأما سائر الطوائف وسائر البشر فيقرون بوجود الله، لكنهم أشركوا مع الله غيره. فجاءت الرسل بإصلاح وتصحيح معاني الربوبية التي حدث فيها شيء من الخلل، والأصل أنهم أتوا بتوحيد الإلهية. قال الله عز وجل عن إبراهيم: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أي هذا أكبر ضوءا وأكبر قدرا وأكثر انتشارا في نوره، أي هذه الشمس، ولكن لابد لها أن تغيب. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تدرج معهم حتى وصل بهم إلى الحقيقة التي قد هداه الله إليها من قبل، وهي وحدانية الله والبراءة من الشرك وأهله. هذه قضية إبراهيم عليه السلام وقضية كل الأنبياء. هذه القضية هي الشق الأول من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، قضية النفي، البراءة من الشرك وأهله، البعد عن الباطل. فلا بد من هدم الجاهلية حتى يبنى الإسلام.
لا يتحقق الحق في قلب ابن آدم إلا بهدم الجاهلية وبيان بطلانها والبراءة مما يعبد من دون الله. لا يكون العبد موحدا حتى يحقق ذلك. لا يكون موحدا من أقر بعبادة غير الله ولو لغيره. إيه غيره؟ لو مش هو مش هيعبد. يعني هو بيقول مثلا اللي يعبد أي حاجة يعبد وكله صح وكله شغال وكله ماشي. اللي يعبد بوزة يعبد، أنا مش هعبد بوزة بس هو حر يعبده وما فيش أي مشكلة. يبقى ده إنسان كافر لأنه لم ينفي العبادة عن غير الله، لم يحقق لا إله إلا الله بالفعل في الواقع. لأنه إذا قال لا إله، إيه معنى لا إله؟ نفي استحقاق الإلهية عن كل ما سوى الله، يبقى ده معنى لا إله. وبعد كده يثبت معاني الإلهية كلها لله كلها، فيقول إلا الله، لا يصلح أن يكون إلها إلا هو سبحانه. فإذا قال ضد ذلك أو عكس ذلك أو ناقض ذلك فقد نقض وهدم لا إله إلا الله. عشان كده قال بعدها فلو أن إنسانا قال أنا أعبد ربي وأنتم تعبدون آلهتكم وكل منا على حق وكل منا يختار ما يريد، إيه حكمه ده؟ كافر مشرك بالله. حتى لو قال أنا لا أعبد غير الله، لأن إقراره بالملل الباطلة عندكم وبعبادة غير الله لم يشهد أن لا إله إلا الله، لم يشهد أن الله لا إله إلا هو، وإنما أقر بأن الله إله من الآلهة وغيره برضو إيه؟ آلهة أيضا. فهذا إنسان مشرك كافر بالله عز وجل. وهل كان شرك المشركين بإنكار إلهية الله أم بإنكار وحدانيته؟ كان شركهم بسبب إنكارهم لوحدانية الله عز وجل. لذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. بل الشيء العجاب الذي هم عليه أن جعلوا الآلهة متعددة. لذلك الحصين اللي هو والد عمران بن حصين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال من لرغبك ورهبك؟ من لرغبك ورهبك؟ من تقصد يعني؟ قال الذي في السماء. قال فاجعله واحدا، فأسلم الرجل بعد أن حاوره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه التي يعبدها في الأرض لا تنفعه لا تضره، إذا احتاج إنما يلجأ إلى الذي في السماء، فكيف يلجأ لمن سواه وكيف يشرك غيره به؟ هذا لا يعني أن المسلمين يكرهون غيرهم على الدخول في الدين، وإنما يعني أنهم يقرون ويعترفون أن من لم يكن مسلما فهو كافر، من لم يكن مسلما فهو كافر، ثم إن أراد أن يبقى على دينه واختار ذلك فهو له لا إكراه في الدين. ولكن المسلم يقر ويعتقد أن غير الإسلام باطل، فإن صحح ملة غير ملة الإسلام كان هو مشركا كافرا والعياذ بالله، وإن لم يعتقدها وإن لم يتعبد مع أصحاب هذه الملة. ولذا لم تكن كلمة الإيمان هي كلمة الله إله، وإنما لا إله إلا الله. دي قلناها قبل كده، الإنسان لما يعوز يدخل الإسلام ما يصلحش وما يكفيش إنه يقول الله إلهي أو الله إله، ده اسمه إيه؟ صيغة إيه دي؟ إثبات. والإثبات المحض اكتب فوقيها لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. إثبات المحض الخالص، الإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. ولا يقول أيضا لا إله، ولا يقول لا إله، لأن هذا نفي محض، والنفي المحض تعطيل محض. اكتب برضو السطر ده. يبقى إنما يقول لا إله إلا الله النفي والإثبات، يبقى الله إله ده إثبات محض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. ولا يقول لا إله، ولا يقول لا إله اللي هو الإيه؟ النفي، لأن النفي المحض تعطيل محض، عطلت الإلهية عن الله وعن غير الله، وإنما يقول لا إله إلا الله النفي والإثبات، هما ركن التوحيد. لا يتم توحيد الإنسان إلا بهما، إلا بالنفي والإثبات. فنبدأ بالنفي قبل الإثبات، وهذا النفي لكل معبود من دون الله، تقر أو نقر بأن عبادته باطلة، ونشهد بأن عبادته لا تصح ولا تقبل، لا يستحق شيئا من العبادة، الله هو المعبود بحق،
فلا يعبد بحق إلا الله. يبقى معنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى عن إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهتي إرادتي قصدي، فهذا بعد شهود كمال الربوبية بتدبير ملك السماوات والأرض، لابد أن يكون الإنسان منفعلا متأثرا بهذا الذي شهد من ملكوت السماوات والأرض. كيف؟ بأن يجعل إرادته وتوجهه وقصده وتوحيده الطلب الإرادي، توحيد القصد والطلب لله عز وجل. أمال الأولاني كان توحيد إيه؟ كان توحيد معرفة وإثبات، اللي هو وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، دي أفعال الله اللي هو توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية. بعدها قال إني وجهت، يبقى توحيد قصد وطلب. يبقى إذن التوحيد معرفة وإثبات، أن تعرف الله عز وجل بأفعاله وتثبت له الأسماء والصفات، ثم تقصده وتتوجه إليه اللي هو توحيد القصد والطلب، وتطلب منه اللي هو توحيد الإلهية. للذي فطر السماوات والأرض، هذا أعظم دليل على توحيد الإلهية، وهو دليل توحيد الربوبية. إذ الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. هو في الحقيقة توحيد الربوبية يتضمن توحيد الإلهية، أو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. سجل كده العبارة دي: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إيه معناها؟ وبعد كده نكمل العبارة. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله بأفعال الخلق، الرزق، التدبير، الملك والملك التام، اثنين، ثلاثة، الأمر والنهي والتشريع. دي معاني الربوبية الثلاثة، لو الإنسان حققها يبقى تلقائيا سيتوجه إلى الله بالعبادة. ده معنى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، تمام؟ طب لو واحد حقق توحيد الإلهية يبقى أكيد قبلها كان محقق إيه؟ توحيد الربوبية. عشان كده تكملة العبارة: وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. عشان كده تلاقي الآيات كتيرة جدا في القرآن اللي بتتكلم عن خلق السماء، خلق الأرض، خلق الإنسان، وتلاقيها تختم بالأمر بالعبادة اللي هو توحيد ربوبية بيقود لفين؟ لتوحيد الإلهية، الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بعدها لا إله إلا هو. هل من خالق؟ أدي ربوبية. بعدها لا إله، ألوهية. يا أيها الناس أعبدوا، أعبدوا ده أقول إلهية صح؟ أعبدوا مين؟ ربكم. مين؟ الذي خلقكم، ده ربوبية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ربوبية، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به. دي كلها دلائل ربوبية. طالما هو اللي عمل كده يبقى هو وحده اللي يستحق أن يعبد. المعبودات التانية بتخلق؟ لا. بترزق؟ لا. تملك؟ لا. تحيي، تميت، تأمر، تنهى؟ لا. يبقى ما تستحقش من العباد. عشان كده إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك، إيه؟ لربك. هو الرب، يبقى هو اللي يستحق أن تصلي له وأن تنحر له وأن تعبده دون غيره. يقول حنيفا، يعني حنيفا مائلا، أي مائلا إلى الله معرضا عن غيره. وهذا هو الدليل الثاني المذكور في قوله لا أحب الآفلين، أي أنا أحتاج إلى محبة دائمة، محبة من لا يغيب، وقد فطرت القلوب على ذلك، على أن تميل إلى الله. وهذا كله من أدلة التوحيد، فإن القلب لا يسعد إلا إذا توجه إلى الله. فإذا ذاق عبودية الله علم أن لذات الدنيا سراب بالنسبة إلى لذة عبودية الله تعالى، وأنها لا قيمة لها إذا لم تكن مع عبودية الله والتحنف والميل إليه والبعد عما يعبد من دونه. زي ما قلت لكم قصة الأمريكي اللي أسلم، كل اللذات اللي حصلها تلاشت حينما نطق الشهادتين، لأنه شعر باللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية فعلا، كل لذات الدنيا. ولكن الناس لأنهم لم يجربوا هذه اللذة
واستغرقوا وانغمسوا في اللذات المادية وشغلوا عن ذلك، ظنوا أن هذه هي السعادة فعلا وأن هذه هي السعادة التي ما بعدها سعادة، وهذا ليس بصحيح. ولذلك كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما هو؟ قال: حب الله عز وجل والأنس به. وكان بعضهم يقول: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، يبقى قلبه كده حيطير من الفرح من السعادة، زي بتحس كده في أيام رمضان، في أيام اعتكاف، بعد سجدة، بعد تلاوة، بعد دعوة يرقص فيها طربا. فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. شوف المستوى، قال لو أهل الجنة زينا كده يبقى حلوة أوي الجنة. ليه؟ وفعلا الجنة ما هي إلا كذلك، لأنهم اقتربوا من الله، وأنت في الدنيا بالعبادة تقترب أيضا من الله فيذيقك لذة هذا القرب. إني وجهت وجهي لمين؟ وجهت لتوحيد إلهية، للذي فطر ربوبية، تمام كده، للذي فطر السماوات والأرض. طب وينفع وجه وجهي لي ولغيره؟ عشان كده قال بعديها: وما أنا، يبقى لازم دي، يبقى حتى لو أنت هتوجه وجهك لله وحتعبد الله وحده لازم معها تتبرأ منين؟ من الشرك وأهله. وما أنا من المشركين، فيه البراءة من الشرك، البراءة من أهل الشرك، كما تبرأ من الشرك نفسه، كما تبرأ من الشرك نفسه، فتبرأ أولا مما يشركون وتبرأ ثانيا منهم إذ لم يوحدوا الله سبحانه. وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نفس كلام مين؟ سيدنا إبراهيم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبس لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ما أحوجنا عباد الله إلى أن ترتفع أنظار قلوبنا عن هذه الأرض الضيقة، عما يظن فيها من ملك وسلطان، عما يظن فيها من قدرة وقوة للمخلوقين. ما أحوجنا إلى أن ننظر في بداية فطر السماوات والأرض وخلقهما لنعلم حقيقة البشر وضعفهم وعجزهم. عشان كده صاحب الجنتين قال له: أكفرت إيه؟ الذي خلقك من تراب، ها؟ ثم من نطفة، ذكروا حتى بسيدنا آدم، ها؟ خلقه الله من تراب، ثم من نطفة تسلسل الإيه؟ الخلق، ثم سواك رجلا، ذكره بهذه اللحظات التي لا شيء فيها أبدا له، لا قوة ولا أي شيء. لما كان الإنسان نطفة كان إيه قوته؟ وهو يعني جزء من 40 مليون جزء، دفقة المنية الواحدة للرجل فيها 40 مليون حيوان منوي. الواحد مننا كان إيه؟ يعني مدينة فيها 40 مليون، 39 مليون إعدام، وواحد إيه؟ واحد نجا، ها؟ 39 وواحد بس اللي نجا، اللي هو أنت وأنا. كان إيه قوتك؟ وكان إيه عقلك؟ كان معاك فلوس كام؟ كنت مالك إيه؟ يبقى افتكر ضعفك ده، عشان انت ما زلت الى الان كده، بس الدنيا بتغر الناس، الشهادات اللي حصلها والوجهات والمناصب، اخد بالك، والفلوس. يوم ايه؟ كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى، ينسى ان هو ضعيف وفقير وعاجز ومحتاج لربنا. عشان كده يقول لك احنا فعلا لما نرتفع بانظار القلوب عن الارض دي وعن الملك اللي فيها والسلطان وعن قدره المخلوقين وقوتهم، هنعرف حقيقتنا ايه، وان احنا فعلا فقراء وضعفاء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فقير الى الله في كل شيء، في اصل وجودك وفي استمرارك وبقائك، في التغذيه بتاعتك، اكل والشرب، النفس. النفس ده انت ما بتنفسش بارادتك، النفس ده داخل خارج بقدره الله سبحانه وتعالى، والا لو بارادتك وانت نايم اللي بيحصل هيقف، لو هو بإرادتك. ولو بإرادتك انت مش هتعرف تكمله، زي ما قلتها لكم قبل كده كذا مرة، جرب اللي انت تتنفس بنفسك هيحصل ايه؟ لو قعدت تاخد نفس وتطلعه هيحصل ايه؟ هتدوخ، مش هتعرف، ولو دقيقتين ثلاثة مش هتعرف تكمل. الأجهزة اللي داخل جسمك
واحد بس عنده مشكلة في القلب يعمل له عملية ب30-40 ألف جنيه. دي حاجات يعني البسيطة اللي هي سهلة، في حاجات أعلى، أرقام أعلى، صح كده؟ في أشعاعات بتوصل كام ألف؟ 150 ألف جنيه عشان تقول اللهم إني أسألك العافية بقلب في الدنيا والآخرة. أهو تخصص 150 ألف، غير بقى أم 1000 و2000 و3000 بتاعت الغلابة دلوقت، صح ولا إيه؟ يبقى أنت فقير، أنت ما تقدرش تعمل أي حاجة لوحدك إلا إذا أعانك وأقدرك الله سبحانه وتعالى. يبقى التوجه إلى الله ده التعلق به، استشعار الفقر والضعف والذل والحاجة، هي دي العبادة فعلا، أن تميل إلى الله سبحانه وتعالى وتعرض عن من سواه. يقول لنعلم حقيقة البشر وضعفهم وعجزهم. بس إيه اللي بمية وخمسين ألف دي؟ ده إنسان جديد يعني ده ولا إيه؟ وبالتالي لا نتوجه إليهم لسعي في رضاهم أو فرار من سخطهم إلا فيما يرضي الله سبحانه، وإنما نحب الله ونميل إليه ونعرض عمن سواه وعما يعبد من دونه، فبهذا يحصل للعبد حقيقة التوحيد، وبهذا يرفعه الله عز وجل الدرجات العلى، فهو يرتفع درجات، فهو يرفع درجات من يشاء سبحانه، نرفع درجات من نشاء في القراءة الأخرى، واللي عندنا في المصحف نرفع درجات من نشاء. قال الله وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هدى الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، ولذا كانت محاجته لقومه فيها الحجة البالغة عليهم، وبعد أن أقام عليهم الحجج ظلوا يجادلون بالباطل، وهذه طبيعة كل مبطل ومجادل، يدافع عن الباطل بلا حجة، لكنه لمجرد المجادلة وتضييع الوقت لعمى قلبه وصمم أذنيه عن الحق. لذا قال إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان، فقد أبصر وسمع ووعى قلبه بفضل الله عز وجل. وهكذا ينسب المؤمن الهداية إلى الله ويطلبها منه سبحانه، لأن هنا قال وقد إيه؟ هدان، هداني أنا، هو الهداني سبحانه، ويعلم أن الله هو مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يبقى إذن الأمر يدور بين الفضل والرحمة أو العدل والإيه؟ يعني ما فيش إيه؟ ما فيش ظلم، بفضله ورحمته يبقى الهداية، بعدله وحكمته يبقى الإيه؟ الإضلال. فهو يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية البيان حتى يعلم الحق من الباطل تفصيلا بعد الإجمال، ثم هداية إيه؟ حب الحق وإرادته، اللي هي هداية التوفيق بقى. يبقى بيان وإرشاد وتوفيق وإسعاد، بيان وإرشاد وتوفيق وإسعاد، ثم هداية العمل به حتى يتم على الوجه المرضي لله سبحانه، ويعقب ذلك هدايته يوم القيامة إلى منازل المؤمنين في الجنة. دي أنواع للهداية عددها العلماء كابن القيم وغيره في مدارج السالكين. قال الله ويدخلهم الجنة إيه؟ عرفها لهم. يعني عرفها لهم بقى؟ حيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون، يعني بعد ما عدوا الإيه؟ الصراط. في إيه بعدي؟ فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. ليه؟ فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، يقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى أنت خليك نقي أحسن من البداية، عشان إيه؟ عشان تخش على طول، ما تشيلش من حد، وما تخليش في صدرك حاجة، وخلي قلبك كده واسع وصدرك، خدت بالك؟ حتى إذا هذبوا ونقوا، لأن احنا عارفين في ناس هتخش الجنة بغير إيه؟ حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منه. أذن لهم في دخول الجنة. طب دخلت الجنة، الجنة عرضها، أنتوا امبارح قعدنا نتكلم على عرض السماء والأرض والكون الواسع، لما دماغتنا شتت صح؟ الجنة بقى عرضها إيه؟ السماوات والأرض الاثنين. طب ما تخش فيها بيتك فين؟ يقول لك أخش وخلاص. ماشي، ما تخش وخلاص، بس فين بيتك بقى؟ تعرفه إزاي؟ اللي بقى الحديث هو قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم
أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. شوف رحمة ربنا بيك حتى بعد ما دخلت الجنة ما يخليكش تروح لملك والله وديني بيتي أنا تايه ما تعرفش توديني فين. زي الناس بيحصل كده في الحج والعمرة 3-4 مليون وفي منى وبقى ده منى دي بالذات دي مشكلة الخيام كلها إيه زي بعضها أخذ بالك والناس إيه يبقى الخيمة بتاعته اهي وهو عمال يلف حواليه. بجد احنا نفسنا كشباب مش الناس الكبيره بس لازم لازم الناس تتوه في من لازم يعني تحس انها حاجات ايه ده اساسيه لازم تتوه اخد بالك ويفضل يلف لحد ما ايه ما يوصل. فالمعنى ده مش هيحصل في الجنه ما تخشش في الجنه تايه وتقعد تقول للملائكه ما حدش شاف بس بيتي فين طب انا مش حته فلانه او في انهي حته حدش فين بيتي يعني لا ما فيش الكلام ده تبقى انت داخل ايه ربنا هديك لفين للمنزل بتاعك اللي في الجنة. فالمؤمنون عرفهم الله منازلهم في الجنة وهداهم إليها لجزاء بما اهتدوا ومنة زائدة عليهم كما هداهم إلى صراطه المستقيم في دنياهم. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هو ممكن اللي هم بيشركوا بالله يضر سيدنا إبراهيم ممكن يضر ولا مش ممكن؟ طب هنشوف اهو. المؤمن لا يخاف الا من الله. وتجد دائما المشركين والظالمين يخوفون اهل الايمان بما يعبد من دون الله بالاسباب الظاهره او ما يدعونه من القوه الباطنه لالهتهم التي قد تصيب بالسوء في زعمه. الاسباب الظاهره انه يحبسه يسجنه زي فرعون ما قال لهم ولا أصلبنكم في ايه في جذوع النخل بقى الأسباب الظاهرة اكتب تحتيها كده قول الله عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل لما قال كده للايه هيتعامل بتعمله بالسحرة بعد ان امن او ما يدعونه من القوة الباطنة لآلهتهم ان الولي الفلاني ده سر باتع اي حد بيتكلم عليه كده او كده ما بيسيبوش خد بالك هيضره هو كده لا مش هيسيبك تمام كده ويقول له بقى هيحصل كذا وهيربطك ومش هيعمل كذا ويقعدوا ايه يهولوا حتى ان بعضهم وهو بيناقش وبيجادل بعض السحره وكان مخوفه يعني وكانوا يعني الساحر ده في القريه عامل الناس كلها عايشه في رعب الاخ الداعيه ده بس معاه القران ومعاه ايه الكرسي وواجه المجرم ده بهذه الامور ونصره الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه كان متوعده قال له إما تتجوز بس أنا هعرفك خدت بالك وبقى إيه تهديد ووعد ووعيد ودنيا وسبحان الله الشاب ده عاش عادي واتجوز عادي وربنا نصر وحفظه ونجاه ليه حسب العقيدة الموجودة في قلبك فيش أي حد في العالم يقدر يوصل لك ضرر أو أذى إلا إذا قدره الله واعلم أن الأمة مش الساحر بس ولا المنجم ولا الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمؤمن لا يخاف إلا الله وهذا من أعظم ثمرات الإيمان أنه يعيش في أمان ولو كان الكون كله من حوله يخوفه. اكتب الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت جنبي جاية على فكرة في آخر الصف ماشي. قال الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن خاف من غير الله عز وجل فهو الضلال ومن خوف بشيء من دون الله فهو الضلال ومن يضلل الله فما له من هاد. فالمؤمن لا يخاف إلا من الله. والأسباب الظاهرة التي يخاف المرء بسببها من ظلم ظالم أو عدوان معتد يلجأ فيها إلى الله ويتوكل عليه فيذهب خوفه. هتقول لي يعني ما بيخافش الا من ربنا ما بيخافش من سجن ما بيخافش من كذا ده صح بتخاف ودي حاجه فاوجس في نفسه خيفه موسى ده الخوف الطبيعي. طب ايه حله؟ توكل على الله اللي هي اللي جت دي. يبقى هو قال الاسباب الظاهره التي يخاف المرء بسببها من ظلم ظالم او عدوان معتد يلجا المؤمن فيها الى الله ويتوكل على الله. اكتب جنبها كده فيذهب خوفه. الله سبحانه وتعالى يذهب خوفه يجعل في قلبه السكينه والطمانينه.
حتى لو كان في أشد حالات الرعب والفزع، لأن الذي ينزل السكينة والطمأنينة في القلوب هو الله، والذي يرفعها من القلوب هو الله مش الظالم. عشان كده تلاقيهم حتى في أحلك اللحظات وأشد اللحظات، لحظة مثلا تنفيذ حكم إعدام وقتل لرجل من الدعاء مثلا أو غير ذلك، تجد الابتسامة على وجهه وتجد السكينة والطمأنينة. الذي جعل ذلك في قلبه وعنده هو الله سبحانه وتعالى، فبكمال التوكل على الله يزول ذلك من القلب. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا اللي هو فرعون أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. يبقى استشعار معية الله تذهب الخوف عن القلب. إنني معكما أسمع وأرى. فالمؤمن إذا استحضر سمع الله عز وجل ورؤيته وقدرته وقوته صغر الناس فين؟ في عينيه، وصغرت الدنيا بأسرها. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، بمعنى يخوف أولياءه، يعني يخوف المؤمنين بأوليائه اللي هم الكفار، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا سرعان ما يزول هذا الخوف بالتوكل على الله والاحتساب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم لغزوة إيه؟ لا بدر، ليه حمراء الأسد بعد أحد، ليه حمراء الأسد لما انصرف المشركون فقال بعضهم لبعض ما أغنيتوا، أنتم ما عملتوش حاجة، فعزموا على أن إيه يرجعوا فيستأصلوا شأفة المسلمين. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم اللي هو يوم الأحد بعد غزوة أحد أمر المسلمين بالخروج لحمراء الأسد، مكان بعيد عن المدينة، وعسكروا هناك عدة أيام. فلما علم بذلك المشركون دب الفزع والرعب في نفوسهم فانصرفوا ولم يعودوا إلى الإيه؟ إلى المدينة مرة أخرى. لذلك قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الله عن إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني بقى إلا أن يشاء ربي شيئا اللي هو الخوف الطبيعي. طب هيقولها بقى فيها قولين، هذا استثناء منقطع عند الكرسي ده بتاعي، هذا استثناء منقطع عند جمهور أهل العلم، بمعنى لن يضرني شيء منهم، ولكن إن شاء الله أن يصيبني بشيء من الضرر فهذا الذي يصيبني. يبقى حط خط تحت السطر ده، لن يضرني شيء منهم ولكن إن شاء الله أن يصيبني بشيء من الضرر فهذا الذي يصيبني، فأنا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما قدره الله لي، كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه. ويحتمل اكتب اتنين بقى، أن يكون المعنى إلا أن يشاء ربي شيئا من أن أخافهم وأن أقع في هذا الزلل بعد الهداية. يعني أنا ممكن أخافهم، أنا بقول أنا مش خايفهم، بس ممكن أزل وأخطأ وأقع في الإيه؟ في الخوف منهم، تمام؟ ويحتمل أن يكون المعنى إلا أن يشاء ربي شيئا من أن أخافهم وأن أقع في هذا الزلل بعد الهداية والعياذ بالله، كما قال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن ثباته على الدين إنما هو بفضل الله سبحانه وتوفيقه وإعانته، فأنت لا تثبت بنفسك وإنما يثبتك الله عز وجل، قلبك إنما يقلبه الله عز وجل كيف يشاء. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بس عايزين نضيف حاجة عند العبارة اللي بتقول أنت لا تثبت بنفسك وإنما يثبتك الله، إيه الحاجة مهمة لازم قيد هنا؟ أيوة، مع الأخذ بالأسباب. يعني أنت ما تطلع من رمضان تمام وبتقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا، طيب وما خدتش بأسباب الثبات،
إذن حرمت منه. قلتها قبل كده في مرة من المرات، واحد على جبل عرفة وبيدعي ربنا وبيلح على ربنا أن يرزقه الذرية الصالحة، إيه اللي يحصل؟ مش متجوز هو ومش ناوي يتجوز، إزاي أقولك ومش ربنا على كل شيء قدير؟ أنت شوف الكلام ده بقى نقوله لنفسنا، أنت بعد رمضان عايز تبقى في زيادة ولا في نقصان؟ كله هيقول إيه؟ تمام. إيه اللي يكشفك بقى اللي أنت صادق في الكلام ده أو لا؟ العمل الأسباب. عشان كده حدي لك ثلاث محاور، ثلاث معالم بكرة إن شاء الله في كلمة الفجر بعد الشروق، اللي هي المعالم أو خطة ما بعد رمضان، الخريطة اللي هتمشي عليها، ثلاث محاور. لو أنت مشيت فعلا في المحاور دي وخدت الأسباب دي، يبقى أنت دليل أن أنت عايز تثبت، عايز تزيد. لو أنت ريحت دماغك وكبرت دماغك وما عملتش حاجة، يبقى أنت كده معرض لإيه؟ أنت بتعرض نفسك لإيه؟ للانحراف والنقصان. عن عبد الله بن عمر قال قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ليه حط الكلمة دي في اليمين بتاعه؟ عشان يبين لك أن الذي يقلب القلوب هو الله، ويبين لك أنك على خطر، لأنها كثيرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقلب القلوب كيف يشاء، وهذا المعنى حسن، ولكن المعنى الأول، هذا المعنى حسن اللي هو قصده الثاني اللي قلت لكم اكتبوا على اثنين، اللي هو إلا أن يشاء ربي من أن أخافهم وأقع في هذا الزلل، لكن الأول أظهر اللي هو لن يصيبني إلا ما قدره الله عز وجل لي إذا أخفتموني أنتم أو أردتم إيصال الضرر إلي. يبقى الراجح في التفسير المعنى الإيه؟ الأول، ولكن المعنى الأول أظهر في هذا المقام، إذ هو مقام بيان أن إبراهيم لا يخاف آلهتهم شيئا، ويعلم أنها لا تضر شيئا ولا تملك شيئا ولا يحصل ضرر إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. فهو عز وجل عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أحصى كل شيء عددا. واستحضار سعة علم الله عز وجل، واستحضار أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم قبل أن يخلق الخلق، عليم قبل أن يخلق الخلق، استحضار ده يعمل إيه؟ يجعل العبد ينكسر لله ويخضع له عز وجل ويفوض أمره إلى الله. وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، تهيئ العبد إذا حصل ضرر وأذى أن يرضى بالله سبحانه وتعالى مدبرا معينا، وأن يرضى به سبحانه وتعالى مقدرا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر عند ذلك ويتذكر ويعلم حكمة الله عز وجل فيما قد يصيبه من خير أو شر. طيب، أسباب تحقيق الأمن في الدنيا ما هي؟ أسباب تحقيق الأمن في المجتمعات، كثير من الناس ربما يأخذ بالأسباب الظاهرة المادية المحسوسة، ويغفل سببا هو من أهم وأخطر أسباب تحصيل الأمن والأمان في الدنيا، ألا وهو الإيمان وعدم الشرك. دي اللي احنا هنتكلم فيها بكرة، اللي هو قالها سيدنا إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. مين بقى اللي هم أحق بالأمن؟ اللي بعديها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم أولئك لهم الأمن. شوف كده، أولئك لهم الأمن، شوف الآية، لهم الأمن، يعني الأمن الكامل لأهل الإيمان الكامل، واللي نقص من إيمانه جزء يبقى ينقص من أمنه جزء، يبقى الكامل للكامل والحصة للحصة. وده هنفصل فيه بكرة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن وأن يجعلنا من أهله، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.